تغيب براندون عن العديد من المحاضرات ويواجه الشاب اليوم مشاكل مع بروفيسور المادة. وافق الأستاذ على منح الطالب فرصة ليتدارك خطأه، لكن بشرط أن ينجز مهمة سيكلفه بها الأستاذ. سأعطيك كأسا من الحليب وكأسا من الماء، يجب أن تسكب السائلين داخل وعاء، لكن ينبغي أن تكون قادرا على فصل الحليب عن الماء لاحقا. لا يمكنك استعمال أي أدوات للفصل بينهما. قضى براندون عدة ساعات وهو يحاول فهم المشكلة، لكنه كان عازما على حلها من شدة يأسه، ونجح أخيرا في ذلك. ماذا فعل؟ سكب الماء في الوعاء ومن ثم قام بتجميده، وبعدها أضاف الحليب. في صبيحة أحد الأيام اكتشفت ميليسا أن بعض المال قد سرق من محفظة نقودها بعد أن تركتها على الطاولة ليلة أمس. كان زوجها في رحلة عمل ولابد أن أحد أبنائها قد اختلس النقود. جيسون في 17 من العمر وجيكوب في 15 وابنها الصغير أندرو في سن 13 فقط. سألت ميليسا أبنائها الثلاثة عما فعلوه ليلة أمس. قال جيسون: شعرت بتوعك صحي مع صداع، وبعد العشاء تناولت حبة دواء وخلدت إلى النوم مباشرة. رد جيكوب قائلا: ظل صديقي إيريك في المنزل حتى العشاء، وبعد ذلك أوصلته إلى منزله. وذكر أندرو ميليسا بأنه ظل يتدرب على كرة السلة في المساء. عرفت السيدة على الفور سارق مالها، هل يمكنك معرفته أيضا؟ كان جيكوب يكذب إذ لم يتجاوز عمره 15، أي أنه تحت السن القانوني لقيادة السيارة. استدعي المحقق جرين للتحقيق في حادث مروري. اصطدمت سيارة بواجهة أحد المتاجر وهشمت الزجاج. هناك اثنان من المشتبه بهم، وأنكر كلاهما التسبب في الحادث. لم يستغرق المحقق جرين وقتا طويلا لمعرفة الفاعل. هل عرفته أيضا؟ إنه صاحب السيارة الزرقاء، فالنموذج على إطاراته شبيه بالآثار التي تركتها السيارة على الأرض أمام المتجر. في صبيحة يوم الاثنين، هرع رجل إلى مركز الشرطة على عجلة من أمره، وهو يصرخ: لقد تعرضت إلى سرقة في طريقي إلى المصرف. كنت هناك أحمل حقيبة بها مبلغ كبير من المال، وفجأة هرع نحوي رجل يرتدي قناعا وقفازين. استل مني الحقيبة ومن ثم لاذ بالفرار. أصغى ضابط الشرطة إلى الرجل وسأله عن جرح أصيب به حديثا في خده. أجاب الرجل بأن المجرم قد أصابه بخاتم كان يرتديه آنذاك. حينما سمع ضابط الشرطة هذه الكلمات أدرك على الفور أن الرجل يكذب. كيف فهم ذلك؟ قال الرجل في بادئ الأمر أن اللص ارتدى قفازات، إذن كيف يعقل أن يجرحه بالخاتم بهذا الشكل؟ فقدت أثر أصدقائك في حشد من الناس وتقضي نصف ساعة باحثا عنهم، وها قد وجدتهم أخيرا. ما أول شيء تفعله حينما تراهم؟ تتوقف عن البحث. انظر إلى هاتين السيدتين والفتى المراهق الجالس على الأرضية. يبدو أنه منغمس في هاتفه، لكن هل يمكنك معرفة أي السيدتين هي أمه؟ إنها السيدة على اليسار. يجلس الأطفال لا إراديا أمام الوالدين، كما أن السيدة والفتى المراهق لهما نفس لون الشعر. كان تيموثي يواعد لورا أيام المدرسة الثانوية، ومن ثم تزوجا بعد فترة وجيزة من الالتحاق بالكلية. مضى على علاقتهما 20 سنة، ولديهما طفلان صارا اليوم يعيشان بمفردهما. لسوء الحظ أصبح الزوجان يتشاجران طوال الوقت، وفي أحد الأيام تحدثا وقررا الطلاق، وصارحا بعضهما البعض بأنهما قد وجدا مؤخرا حبيبين جديدين على موقع للتعارف. قال تيموثي بأنه سعيد لأنه وجد العديد من القواسم المشتركة التي تجمعه مع فتاة على الإنترنت. وقالت لورا أن حبيبها الجديد يتفهمها تماما،
وفي أحد الأيام قررت تيموثي ولورا لقاء هذين الشخصين على أرض الواقع، لكن الغريب في الأمر أن الزوجان قررا بعد تلك الأمسية إنهاء إجراءات الطلاق. هل يمكنك معرفة السبب؟ اكتشف تيموثي ولورا أنهما في الواقع الحبيب والحبيبة الجدد من موقع التعارف. قرر رجل طاعن في السن ترك جميع الأموال التي ادخرها طيلة حياته لأحد أبنائه الثلاثة، لكنه غير قادر على اختيار أيهم سيحصل عليهم. لهذا السبب أعطى الرجل لكل واحد منهم قطعة نقدية وطلب منهم شراء شيء يمكنه ملء أكبر غرفة في منزلهم. اشترى الابن الأكبر بعض القطن لكنه لم يكن كافيا لملء غرفة بالكامل، واشترى الفتى الثاني بعض القش، ومع ذلك ظلت هناك مساحة فارغة في الغرفة. لكن الابن الأصغر اشترى شيئين رخيصين مكناه على الفور من ملء الغرفة بالكامل، فكان الوحيد الذي استحق مال والده. ماذا أحضر إلى المنزل؟ اشترى الابن الأصغر صندوقا من أعواد الثقاب وشمعة، وبعد أن أنار الشمعة أضاءت الغرفة بالكامل. يحلق باتريك بصفة يومية، لكنه في كل صباح يجد أن لحيته بذات طولها في اليوم السابق. كيف يعقل ذلك؟ يعمل باتريك كحلاق يحلق لحى الآخرين. كانت أماندا في 21 من عمرها في عيد ميلادها الأخير، لكنها ستبلغ 23 في عيد ميلادها التالي. كيف يعقل ذلك؟ اليوم هو عيد ميلاد أماندا 22. كانت هيلين تمشي في الغاب وتاهت عن طريقها. بعد التجول لبضع ساعات محاولة العثور على طريقها إلى المنزل، وصلت إلى فسحة من الأرض، وهناك رأت السيدة ثلاثة مسارات ضيقة، أحدها مسدود بأغصان كثيفة وعملاقة مع أشواك حادة، والثاني مليء بالقمامة والزجاج المكسور، وتحرس المسار الثالث حشرات سرعوف مخيفة وعملاقة. أي مسار يجب أن تمر عبره؟ يجب أن تختار المسار الثالث. يبدو أن السرعوف مخيف لكنه لا يؤذي البشر. اختطف عالم مجنون كيفن وحبسه في غرفة صغيرة. لم يكن هناك نوافذ وكان الباب موصدا بإحكام، لكنه وجد ورقة ملاحظات على الطاولة من العالم. ياء فاء ميم ألف ميم ياء ألف سين ألف نون دال. احذر الحرف المفقود وسأطلق سراحك. في غضون 10 دقائق نجح كيفن في الخروج من هذا المكان الغريب، فقد تمكن من معرفة الحرف المفقود وهو ياء، وهذه هي الحروف الأولى لأشهر السنة من يناير إلى ديسمبر، والحرف السادس ياء يشير إلى يونيو. طلبت آنا من أحد زملائها في العمل دانيال أن يوصلها إلى الكلية حيث تدرس ابنتها. وعدت الفتاة بأنها ستصحبها إلى التسوق في ذلك اليوم، وفي طريقهما إلى هناك خطرت ببال آنا فكرة، فقالت: ما رأيك أن نتراهن؟ سأعمل على أحد تقاريرك في الغد نيابة عنك إن تمكنت من معرفة أي الفتيات هي ابنتي. قبل دانيال التحدي. حينما وصلا إلى الكلية رأى ثلاث فتيات ينتظرن بالخارج. كان دانيال في حيرة من أمره، فجميعهن متشابهات. هل يمكنك معرفة أي فتاة هي ابنة آنا؟ إنها الفتاة على اليسار. يوجد وشم لحرف L في معصم آنا، وترتدي الفتاة سوارا بالحرف ذاته. كان فتى مراهق يعبر الشارع مع ميكانيكي سيارات. الشاب هو ابن الميكانيكي، لكن الميكانيكي ليس أبو الفتى. كيف يعقل ذلك؟ حسناً، الميكانيكي هي والدة الشاب في حقيقة الأمر. سيارتان إحداهما فضية والأخرى بيضاء تسيران على الطريق العام ذاته.
كانت السيارة الفضية تسير بضعف سرعة السيارة البيضاء. انطلقت كلاهما في الوقت نفسه، ومع ذلك بعد بعض الوقت التقت السيارتان ببعضهما البعض. كيف يعقل ذلك؟ كانت السيارتان تسيران نحو بعضهما البعض. يعمل جون ومايكل في ميكانيكا السيارات، وبعد الانتهاء من تصليح إحدى السيارات خرجا من تحتها. كان وجه جون متسخا بالكامل، لكن الغريب في الأمر أن وجه مايكل ظل نظيفا تماما. ومع ذلك ذهب مايكل وغسل وجهه. لماذا؟ نظر مايكل إلى وجه زميله في العمل واعتقد أن وجهه متسخ أيضا، لكن حينما رأى جون زميله مايكل الذي كان وجهه نظيفا ظن أن وجهه نظيف أيضا. متى تواصل السير؟ حينما ترى اللون الأحمر وتتوقف ما أن ترى اللون الأخضر. يحدث ذلك دوما حينما تتناول البطيخ. من هو الصهر الوحيد لشقيق أمك؟ إنه أبوك. في إحدى الليالي عمل بعض اللصوص على سرقة صناديق بها أجهزة إلكترونية من المستودع، وأثناء حملها إلى شاحنتهم سمعوا صفارة إنذار شرطة. لكن رغم أن اللصوص لم ينجحوا في الاختباء من الشرطة لم يقبض عليهم. لماذا؟ لأنهم سارعوا لإرجاع الصناديق إلى المستودع، فظن رجال الشرطة أنهم يسلمون طلبية ليلا. أوه، هذا ذكاء منهم.